صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 26 إبريل 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا من كل أنحاء العالم. صباح الفل. صباح الفل يا سعيد. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباحكم يا رب سعادة، صباحكم ابتسامة، صباحكم كده رزق وعافية، وربنا ما يحرمش حد أبدا يا رب كده من راحة البال على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. ابتدي ولا هتبتدي ولا ايه؟ هو الموضوع صعب بما ان هنتكلم عن الصعب، بس مش عايزين نصعبها على الناس يعني. فابتديها مع الناس بس سهله. الله يبارك لك. يعني الله يبارك لك وسهل وبتاع وانتهى. لا ما تصعبهاش على الناس، الدنيا صعبه لوحدها. لا مش صعبه على الناس، لا احنا بنقول عمالين بقالنا فتره بنتكلم على حاجات بتقابلنا، مشاكل بتقابلنا، سواء كان حد عايز يشتري حاجة والغلاء بتاع الأسعار والتضخم اللي موجود في الدنيا كلها عامل مشاكل، حد عنده تحدي إنه هو ابنه يتعلم بطريقة معينة ومع ذلك هو بيبذل قصارى جهده، حد عنده فرصة سفر للخارج ولكن يعني مش متأكد إن هي ممكن تجيله بنسبة 100%، وفي نفس ذات الوقت عنده مشكلة مع حد مريض هو بيساعده وبيحاول يوصل لعلاج. تحديات كتيرة جدا بتقابلنا رغم صعوبة الظروف وصعوبة الحال. التحديات دي كلها السؤال بتاعنا النهاردة، التحديات دي بصراحة بتدي للحياة معنى والحياة قيمة ان احنا عندنا تحديات وبنسعى ليها، ولا بتخلي الحياة وحشة؟ يعني التحديات تخلي الحياة لها قيمة ويعني حاجة لها معنى، ولا بتخلي الحياة وحشة وضلمة وصعبة؟ يقولون في البلاد اللي هي فيها أكبر نسبة رفاهية في العالم والشعوب المرفهة جدا، ودايما الدول الاسكندنافية هي اللي فيها يعني يتكلموا عليها الرفاهية، الدول الاسكندنافية السويد الدنمارك فنلندا الحتة دي يعني والنرويج طبعا. يقول لك إن في ناس بتنتحر من كتر ما هي ما عندهاش مشاكل. يعني انت هنا ممكن تلاقي واحد انتحر يقول لك اصل كان عنده مشكله ما عرفش يسدد الاقساط، ما عرفش فين، ما عرفش يجوز بنته، فيعيني طبعا ده غلط وده غلط، ودي حاجه انسان بيصنع جريمه في حق نفسه وما فيش يعني دي حاجه سيئه جدا يعني. بس يقول لك في ناس بتنتحر من كتر ما هي ما عندهاش مشاكل، حاسه ان الحياه ملهاش معنى. فسؤالنا النهارده هي التحديات والحاجات والصعوبات والمطبات اللي بتقابلنا بتدي للحياه معنى وقيمه، ولا بتخلي الحياه ضلمه وسيئه؟ ده مجرد سؤال، نحب نسمع اراء حضراتكم من خلال ارقام التليفونات اللي طول الوقت هتبقى قدام حضراتكم على الشاشه. تحديات بتسال الناس ولا بتسالني؟ لا انا بقى الناس هتجاوبنا دلوقتي بس انا بقى يعني قبل ما اخد رايك. صباح الخير. صباح الخير. عموما التحديات في الحياة بتدي للحياة قيمة، وهو مجرد رأي، لكن احنا بنقول تحديات مش بنقول مستحيلات. لا مش مستحيلات، ما فيش مستحيلات، يعني فبنقول تحديات. التحدي دي هو أو ده حاجة صعبة واقفة قدامك، يا تقدر تتخطاها وتعديها يا تقف عندها محلك سر. هي بقى الفكرة كلها ازاي ممكن تتخطى التحديات اللي واقفة قدامك. مطلوب منك حاجات كتير قوي ممكن تعملها. كلنا بنقع، بنتكعبل، بنضعف، بنيأس، بنتوجع، بنتخنق، احيانا بنفقد الثقه في نفسنا وفي كل الناس اللي حوالينا. كلنا بيحصل معانا كده لما بنلاقي تحديات حسينا في لحظه اننا وصلنا للقاع ومش عارفين نطلع منها، لكن صدق انك ممكن تتخطاها وممكن تعديها وممكن تحقق اللي انت نفسك فيه يعني، او اللي انت تستحقه. انا ما قلتش انك انت عشان تعدي الصعب ده معناها تتجاوز فانت تنسى احلامك، لا خالص، ممكن تحقق كل اللي انت نفسك فيه، بس انك تصدق نفسك، تصدق ان ربنا هيسندك ويقف جنبك، بس لو انت عملت اللي عليك، لو انت عملت اللي عليك. لكن اللي هيستسلم ويحس انه هعمل ايه بايدي، ايه الحظ سيء، الدنيا ضاعت، الدنيا باظت، لا، ولا الكلام ده كله عمره ما يخلينا نطلع خطوه لقدام. كون ان انت تنجح وتفتكر التحدي اللي كان واقف قصادك دي حاجه في حد ذاتها بتحسسك بقيمتك، بتحسسك بتحسسك انك عايش لانك قدرت تنتصر على تحدي كان واقف قصادك. طب انا ممكن اقول لك الاكتر
في ناس ما بتعرفش تنجح وتنجز غير بوجود تحدي كبير في حياتها. أنا رأيي أن الأوقات لما بيقابلنا تحدي، عارفة، بيخلي الواحد دماغه ناشفة. دماغه ناشفة مش حاجة وحشة يعني، لا، دماغه ناشفة. طب أنا هعدي، إصرار، طب أنا هقدر. تمام يا عم، ده بيقول أن أنت لازم تكتسب اللغة دي خلال 4-5 شهور، وده بالورقة والقلم صعب جداً. يقول لك هو بالورقة والقلم طبعا صعب، بس انا هواصل الليل مع النهار لحد ما اكتسب اللغة دي عشان اكسب الشغلانة دي. هو عنده مهارات كتيرة جدا ومطلوب جدا في الشغلانة، بس كان ناقصه اللغة الفلانية، اللغة الروسية، اللغة الدنماركية، اللغة السويدية، اللي هي اللغات اللي هي مش متعارف عليها. فهم قالوا له لو انت خلال 4-5 شهور امتحانك في اللغة وعديت منها، هتقدر تمتلك الشغلانة دي، والشغلانة دي هتغير مجرى حياته كلها. فده تحدي صعب، ان واحد يلم لغة في 4-5 شهور، ده صعب جدا. يقول لك انا بنعمة ربنا هعدي وهجيب القصة دي، هواصل الليل مع النهار. حد تاني قولوا له انت لو كتبت مثلا مسلسل هيتعرض مش عارف فين، ال30 حلقة دول خلال الفترة القليلة دي هتكسب فلوس قد كده، وفي نفس الوقت اسمك هيتشهر وهتكسب وتعمل. يقولك طب انا هعمل ده. فأوقات التحدي بيخلي دماغنا ناشفة، وبيخلينا عندنا اصرار عجيب جدا، بيخلق جوانا طاقة وقوة مش موجود. كنت لسه بحكي مع حد متخصص يعني هبة، فبيقول لي كل واحد فينا عنده مواهب وعنده قدرات، للأسف ساعات بيكتشفها متأخر. ممكن يكتشفها بعد سن ال50 وسن ال60 وسن طبعا. يكتشفها متأخر جدا. بيقولك طب انت مثلا، معلش لو انا رغاية شوية، يقولك مثلا لو واحد انت شايفه عنده ماشي على كرسي متحرك، ماشي على كرسي متحرك لأن هو عنده مشكلة كبيرة، فجأة مرة واحدة المكان اللي هو فيه حصل فيه انفجار، هتلاقي بقى عنده قوة عجيبة جدا، مش إن هو يجري بس إن هو يعدي من القصة دي بأي طريقة جدا. هياخد العجلة اللي هو عاملها، وهتلاقيه بقى بيمشي بسرعة أكتر من اللي هو معتاد عليها بكتير جدا. هتلاقيه بيتسند وبيعمل بتاع. طب القوة دي جات له منين؟ جات له من الرغبة في الحياة. هفكرك بموقف أو بحاجة كنا صورنا مرة في دار مسنين مع بعض، ودخلنا الجيم وشفنا ناس عندها مشكلة، سواء عامل السن أو مرض أو كانوا ما بيقدروش لهم يتحركوا، أو دخلوا الدار دي وهم فعلا على كرسي متحرك. ولما احنا رحنا عشان نصور معاهم، لقينا انه دلوقتي الراجل ده مش على كرسي وواقف وبيلعب رياضة، وهو كمان هو عاوز يخف، يعني هو متجاوب مع دكتور العلاج الطبيعي، مع المدرب بتاعه، مع الناس المسؤولين عن الدار. ليه بقول القصة دي؟ لانه احيانا كمان الروح المعنوية للشخص هي اللي بتخليه يقدر انه يتغلب على التحديات. عشان كده الروح المعنوية او الحالة اللي احنا بنبقى فيها، حالة الوهن والضعف والاستسلام، هي اللي بتخلينا ما نقدرش نعدي. لكن بيبقى فيه في حياتنا ناس وحوالينا ناس بيسندوا وبيحاولوا وبيشجعوا معانا ان احنا نقدر. يعني صدقوني بقول يا بخت اللي ممكن يبقى فيه في حياته كده، اب بيدي الطاقه دي، ام بتدي الطاقه دي، اصحاب حلوين حواليك، زوجه حلوه دايما بتشجعك، زوج جنبك بيعمل كده. فاحنا محتاجين يبقى جوانا اصرار، جوانا عزيمه، جوانا معنويات مرتفعه، لان المعنويات المرتفعه دي هي اللي هتقدر او هتساعدنا اننا نتخطى ونقدر نعدي. وما فيش حد، ما فيش حد ما بيعديش باللحظه دي. ممكن أقول على حاجة بس صغيرة هبة، ودي اللي أنا بحاول أوصلها بشكل أو بآخر طول الوقت، وقد أكون أنا صاحب فكرة غلط، بس على الأقل خبرتي الصغيرة في الحياة تقول لي كده. أنا رأيي أني مش لازم يكون حد بيدعمني، مش لازم أن أنا أدور على حد يزقني ناحية أن أنا أبقى كويس عشان أبقى كويس. صدقني، ادعم نفسك وشجع نفسك وقول أنا هبقى فهتبقى، قول أنا أستحق فهتستحق، قول أنا أعرف فهتعرف. تمام، كل واحد جوانا طاقات كبيره جدا، كل واحد جوانا عنده قوه عجيبه وغريبه وكبيره جدا جدا، بس مش كتير مننا عنده استعداد يستخدم هذه القوه. بس احنا ربنا ما بيسيبناش كده، يعني بس مش هقول لك يستخدم، بس يعني انا قلت يستخدم غلط، مش يستخدم هذه القوه، يكتشف
هذه القوة. مش كل واحد فينا بيقدر يكتشف هذه القوة وبعدين يبقى يستخدم. يعني كنت بقول لك ربنا بيوقف في حياتك أو بيحط في حياتك حتى لو أنت مش عندك الحد وأنت بتقول ادعم نفسك تمام، بس هو لما ربنا بيشوف مجهودك أو اللي أنت بتعمله عشان مش عايز تستسلم تمام. هو بتلاقيه سندك، بتلاقيه هو بعت لك اللي يقف جنبك لا وحتى لو ما يعني حتى لو هو حتى لو ما فيش حد يسندني أنا كفاية سندة ربنا هقدر. بص أنا عايزة أقول إن إحنا لما بنتعب في الحاجة بنعرف قيمتها أي كده. حاجة يعني مهما كانت التحديات اللي إحنا بنواجهها في حياتنا قد إيه هي صعب، لما بنتعب عشان نعديها، لما بنتعب عشان نحصل على حاجة معينة، على نجاح معين، اللي بيتعب في في في, في شغل، اللي بيتعب في مذاكرة، اللي بيتعب عشان ياخد حاجة، اللي بيتعب عشان بني آدم يرتبط بيها واجتهد واشتغل وتعب وحوش وعدى الصعب كله عشان يكون جدير بيها، اللي تعبت واستحملت عشان شخص ترتبط بيه، يعني أي حاجة إحنا بنتعب فيها بنبقى عارفين قيمتها وبالتالي ما بنفرطش فيها بسهولة، بنعرف إننا نحافظ عليها. أستاذ عماد صباح الفل. يا أستاذ عماد أستاذنكم اللي أستاذ عماد من فضلك اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. سامعك، ازيك يا أستاذ إسحاق؟ الله يخليك، ازيك يا أستاذ عماد؟ صباح الفل. ازيك يا أستاذ هبة؟ الحمد لله، أهلا بيك يا أستاذ عماد، اتفضل. الله يخليك. والله يا أستاذ إسحاق أنا بص يعني معجب بالبرنامج بتاعكم ده ويعني صراحة كتر خير. هو بصراحة بص التحديات دي حلوة ووحشة في نفس الوقت، بس يعني أحسن يعني من ما فيش بعد كده. يعني ليه؟ أنا ممكن أتحدى أي حاجة واخد بال حضرتك حتى لو هي صعبة. حلو جدا. طب ليه؟ من وأنا صغري يعني أنا عندي مثلا بتاع حوالي 10 سنين كنت أخش في أي حاجة أتحداها، مع ذلك الواحد مع ما بيتحدى بينجح في حياته. طب ما تقول لنا يا استاذ عماد ايه الحاجه اللي انت كنت شايفها صعبه جدا واكبر من يعني من امكانيات حضرتك في الوقت ده، بس قدرت بنعمه ربنا ان انت توصل لها وتحققها؟ يعني كان مثلا معايا بنتين ربنا كرمني وجوزتهم تمام، رغم كانت الظروف صعبه معايا وكنت بتحدى واتحدى اي حد واخد بال حضرتك. ايوه ربنا كرمني وجوزتهم وريحتهم في بيتهم. ممكن مثلا تحدي معايا في الشغل، ناس بتتحداني ببقى اقوى منهم وبستحمل اللي بيتعمل عشان خاطر اعدي يومي واعدي ايامي. ربنا يديك الصحة والعمر يا أستاذ عماد وشكرا ليك وصباحك. أنا عندي 56 سنة بس الحمد لله يعني على فكرة 56 سنة ده يعني شباب 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 يعني صح. ربنا يديك الصحة بشكرك، صباح الفل عليك. ربنا يديلك الصحة. بصوا بقى اللي بيتعب في حاجة بيلاقيها واللي بيزرع زرعة برضه بيلاقيها، اوعوا تفتكروا ابدا انك هتعمل حاجة وهتضيع، اجتهدت، تعبت، ذاكرت، اشتغلت، استحملت، اتوجعت عشان تقدر ان انت تعدي الصعب هتعديه وهتوصله، بعد قد ايه ممكن يبقى محدش عارف، يمكن الحكاية تطول ولما تطول ساعات بنيأس وساعات بنقول هتتحل امتى؟ هوصل امتى؟ كل حاجة كلمة كل حاجة معكساني دي كلمة صعبة قوي، يعني لما بنقولها لنفسنا او بنسمعها من حد بيقولها لنا يا عم ده انت بتعوم ضد التيار، ده انت كل حاجة ماشية معاك بالعكس، انت مفيش حاجة لافقة معاك، واحنا بنفضل نقول لنفسنا كده الكلام ده يحبط، الكلام ده يخسر ما يكسبش، لكن طول ما انت بتشتغل عشان توصل بتتحدى عشان هتوصل، هتوصل، هتاخد اللي انت نفسك فيه واللي بتسعى ليه. يا مدام رمزية صباح الفل. صباح الفل يا استاذ سحاق، صباح الخير عليكم. دخل السوسه النوسي. اهلا السوسه النوسي، اهلا اهلا، اتفضلي يا ماما اتفضلي. تعيش. تحدي يا استاذ سحاق حلو جميل، حاجه جميله قوي، حلوه قوي. انا عن تجربه يا استاذ سحاق كمان. ايوه. بعد وفاه جوزي كان الدنيا بايظه خالص، باظ خالص خالص. وتحديت ونزلت. أنا 67 سنة. ربنا يديك الصحة يا مدام رمزي. بجد يا منورة الشاشة يا هبة بأمانة، منورة الشاشة. ربنا يخليكي، ربنا يديك الصحة والعمر يا رب. وكانت الدنيا بايظة خالص صدقيني، بايظة خالص، ونزلت واشتغلت والدنيا بقت حلوة وجميلة وحلوة، بل بالعكس حلها ربنا كتير، حلها ربنا كتير. بس ما كانتش حلوه بسهوله اكيد يا مدام رمزيه، يعني اكيد الوقت مر عليكي صعب وجات عليكي لحظات كنت حاسه ان هي هعمل ايه واروح فين واجي. صدقيني 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 كانت الظروف لا تتخيليها،
لا تتخيليها. أيوة. واقول لك انا 67 سنه، دي هتنزلي ليه هتنزلي؟ قلت لهم هنزل هنزل هنزل، ونزلت واشتغلت وكل حاجه وزي الفل الدنيا. واو. وبقت حلوه جدا وحلوه خالص، واحنا ربنا بيعوض برضه. صحيح. ربنا بيعوض. احنا حابين نحييكي ونقول لك برافو عليكي بامانه يا استاذ سحاب. انا يعني عارف، انا مصدقك جدا على يعني فكره، كلامها من قلبها من كتر الخبره. ويمكن حضرتك لخصت حياه سيدات كثيرات، يعني اللي هو فكره الزوج مش موجود والحال بقى صعب والعيشه بقت صعبه وعندي اطفال او عندي اولاد او عندي او عندي، فهنزل وهتحدى هتحدى كل شيء لحد ما اوصل بولادي لبر الامان، لحد ما اوصل ببيتي لبر الامان. برافو عليك، انت حضرتك مثال حلو جدا للتحدي. يعني هي عم تقول عندي 67 سنه، عندي 67 سنه، لما تبصي بقى لورا كده حضرتك لكل السنين دي هتبقي فرحانه وفخوره باللي انت وصلتي له بعد العمر ده، لانك حققتي فيه غير حد تاني استسلم لكل حاجه. فما يبص العمر يقول ضاع العمر، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني ما كنت استسلمت. فيا ريت دي ما بتعمرش بيت ولا تبني حياه يعني. فبنحيي حضرتك جدا. اعتقد معانا تليفون تاني. أوه. بس مش عارفه مين معانا. الو، يا سلوى، صباح الفل. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة وبخير. برضو حلو التحدي مع الصبر. التحدي مع الصبر، يعني اتحدى واصبر. يعني حتى لو انا في تحدي في قلبي وما فيش حد بيدعمني او ما فيش حد واقف جنبي او في حد مثلا بينتقدني في اي طريق انا ماشي فيها عشان اتعب بالنسبة لحياتي، لازم اصبر. اصبر على كلامهم، اصبر على نفسي برضو. صحيح. برافو عليك. يعني حتى لو ما فيش حد حواليا ما تلككش ان ما فيش حد ما بيزقش معايا، لكن انا ابتدي بنفسي واسعى واجتهد واتعب لحد ما اقدر يعني اخد خطوه خطوه في حياتي. انت عديتي بكده يا سلوى؟ يعني جه عليكي وقت حسيتي انك لوحدك وما فيش حد واقف جنبك وتحديتي ده عشان تعدي؟ 42 سنه، سن 42 سنه. اي حبيبي. والواحد برضه بعد ما بيرتبط اكيد بيبقى فيه تحديات في حياته، اكيد بيبقى فيه تجارب في حياته. ايوه طبعا. فنشكر ربنا والحمد لله الواحد بعديها بالصبر والاحتمال يعني. ربنا معاكي يا مدام سلوى. شكرا ليكي. الصبر، الصبر بقى ده زي ما بيقولوا كده كلمة بنقولها، الصبر مفتاح الفرج. أيوة. لكن هو الصبر زي ما بنقول طولة العمر تبلغ الأمل، بس تبلغ الأمل وإحنا بنشتغل. والصبر مفتاح كل حاجة لما أنت تبقى بتشتغل واصبر. مفيش حاجة اسمها كون فيكون، مفيش حاجة اسمها عايز الحاجة دي فحققها دلوقتي. ما يجيش واحد يقولك ما أنا حاولت. يعني اللي بيدور على شغله يقولك طب ما أنا دورت بس مش لاقي. دورت إمتى؟ دورت فين؟ دورت كم مرة؟ عادي، انت ممكن تدور مره واثنين وثلاثه، ممكن تقدم في مكان واثنين وعشرة وعشرين وما تتوفقش في اول مره. لا، ممكن اجتهد بدون فهم، بمعنى خبط على البيبان، بمعنى اللي هو بخبط على البيبان في لا ما فيش، طب سلام وروح ماشي. في لا ما فيش ليه ما فيش؟ انا ناقصني ايه؟ لكن لما تشوفي ست جميله زي اللي اتصلت بينا تقول لك كان سنها كبير، ما كانش صغير لما يعني جوزها توفى، لكن هي قالت هنزل، ما قالتش يا ترى انا ارفع سماعه التليفون الاقي شغل ولا ما. لا، ده هي ده لو البيبان اتقفلت وقالوا لها ما فيش شغل، انا واثق، انا طبعا ما قلتلهاش اشتغلتي ايه وعملت ايه، لكن انا واثق ان هي لو قالوا لها ما فيش شغل صدقيني عشان موضوع السن بس ومش محتاجين سيدات كبار، كانت هي هتخترع شغل لنفسها وتخترع يعني لقمه عيش تاكل منها لقمه حلال ليها هي وولادها. فانا قصدي اقول اللي عاوز بيسعى واللي عاوز بيلاقي. مفيش عمر حد عاوز وما لقاش طالما بيجتهد. في ناس تقعد تقول لك انا بجتهد بس ما اكيد انت حضرتك بتجتهد في الطريق الغلط، ومش عيب ان انا اقول لك بتجتهد في الطريق الغلط، عيب ان انا طبطب عليك، عيب ان انا اقول لك طب معلش يا مسكين يا مش عارف ايه واروح بيتنا ناكل واشرب وانت الدنيا عندك تعبانه. لازم اقول لك شوف الديفول اللي عندك، شوف ما بلاش تبقى في دور المسكين ان انا اقول لك طيب وطبطب واعمل واسوي. لا، انا عايزك انت تكون تقعد وتقيم نفسك وتنتقد نفسك، مش تجرح في نفسك ومش تيأس ومش يبقى عندك صغر نفس، لكن تنتقد نفسك والناس اللي انت بتحبهم وعندك ثقة فيهم. أعمل إيه؟ بالظبط كده. نرجع للكلمة اللي احنا بدأنا بيها السؤال، التحديات بتدي للحياة قيمة وبتديها معنى
ولا انت بتشوف التحديات ازاي؟ شوفوا حد ما فيش في حياته اي تحديات، يعني اللي حياته كلها تمام ومظبوطة ومعاه فلوس وعنده مش عارفة بيت ايه، تيجي تتكلم معاه تلاقي عنده اكتئاب، عنده ملل، زهقان، مش حاسس بقيمة حاجة. هو اصلا ممكن يكون ما تعبش في حاجة عشان يوصل لها بالشكل ده، واللي ورث واللي بابا كان مش عارفة جايب له ايه، ما فيش عنده مشاكل. هو ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو ما عندوش مشاكل. طب حد تاني الحاجة اللي قد كده، اللي بيسعى ويتعب ويحس ان عدى بتحديات لا حصر لها، وتألم وتوجع وتعب وعرق وشقي وهو بيعمل عشان يوصل لها، هيبقى عارف قيمتها ويحس بسعادة لما هو يوصل لها. صدقوني يبقى حتى قادر انه يحافظ عليها. يقولك اصل ده تعب في دفى بيحافظ عليه، لكن يقولك بص الولاد دول بعد ابوهم ما مات ضيعوا كل حاجة، ما هم ما حسوش بقيمة الحاجة، هم ما تعبوش في الحاجة. فكل ما تتعب وكل ما تعدي بتحدي في حياتك، ايا كان التحدي ده في انهي جزء في حياتك، هيخليك تطلع من التحدي ده اقوى من الاول، وهتعرف توصل للي انت عاوزه. عارفه ده هيبقى بنشوفه في ايه؟ بنشوفه دايما في قصص النجاح، ودايما لما بنبقى مثلا بره مصر وتشوفي المصريين، في حد ينتقد حد بيبقى عايز يقلل منه، بس انا بشوف انت مش بتقلل منه، انت بتعلي من قيمته في عيني وفي نظر اي حد انت بتتكلم عنه. زي اللي يقول لك ايه ده فلان اللي انت شفته ده، اللي عامل شركه هنا في كبيره في اوروبا وليه صيت وبتاع، ده كان جاي من 20 سنه مش لاقي ياكل، ده كان جاي، ده احنا اللي دفعنا له تذكره السفر، وكانه بيعيب فيه وكانه بيجرح فيه. انا بفهمها بطريقه تانية خالص، ان ده تحدى ظروفه وتحدى وبقى اشطر منك وبقى مجتهد اكتر منك وبقى احسن منك، وانت لا تملك الان غير ان انت تقول عليه ده كان جاي شحات، ده ما كان جاي مش لاقي ياكل، ده كان ده كان ده كان. احكي انت على ماضيه وسيبه هو يفكر في مستقبله المبهر الجميل اللي الدنيا بتتكلم عنه. هي دي الحياه، وهي دي المعادله الصعبه اللي مش اي حد بيعرف فينا يوصل لها. تقول لي طب اللي وصلوا دول عملوا ايه؟ دول تحدوا ظروفهم، تحدوا امكانياتهم، تحدوا كل شيء. كتير لما بتكلم عن محمد صلاح ناس تقول هو ما فيش غير محمد صلاح. ايوه نموذج ناجح، نموذج طلع من قريه بسيطه اسمها نجريج، وصل وقف في العالميه قدام جنب كريستيانو وميسي اللي كان بيتفرج عليهم في التلفزيون ويقعد يشجعهم كده. طب هو ايه اللي وصل ده من هنا لهنا؟ تحدى. معنا استاذ مقبل نشوف. يا استاذ مقبل اهلا بيك. صباح خريستوس انيستي. اهلا استاذ انيستي، اهلا بحضرتك. انا بصراحه سنين واتنين كنت اتمنى ان اسمع صوت حضرتك واستاذة هبه. صباح الفل. صباح الفل على صدق. حضرتك استاذ مقبل اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هو الموضوع بصراحه فعلا جيد جدا. التحدي، انا عندي 63 سنه وطلعت على المعاش وبخدم بقالي 35 سنه في الكنيسه، وبعمل رياضه في الكنيسه وكده وبلعب مع الشباب كوره. فبيقعدوا اوقات يعني الناس الكبيره انت عيل صغير انت زي، بتحدى ان انا فعلا العب كوره. برافو، دي حاجه. برافو عليك، ده حاجه جميله. يعني وبخدم يعني 63 سنه برضه مصمم ان انا اخدم طبعا يعني في وسط اولادي. يعني اشكر ربنا ان اولادي بقوا قدام حاليا الوقت، وبي واحد منهم كنت امين خدمه، بي واحد منهم امين خدمه عليا. دي طبعا الشيطان حاربني شويه، لكن اشكر ربنا فرحت قوي ان انا طلعت يعني ثمره. الله، دي حاجة جميلة. ده أي إنسان بيفرح لما يلاقي ابنه بقى هو يعني معاه وبقى كمان هو اللي ماسك أمين خدمة هو فيها. يعني الأول بصراحة الشيطان حاربني يعني، لكن بصراحة الإيد دي إحنا في خدمة في مش في شغل، الإيد صحيح. بس الصليب نشكر ربنا الحمد لله. طبعا رحلات وحفلات وده كله أوقات يتريقوا عليا أنت خلاص بيت كبير بتاع، لكن بتحدى نفسي ان اعمل حفلات واعمل وقفه ولاد وكده. يعني ساعات الكلام كان بيأثر فيك يا استاذ مقبل وتحس ان انت يعني واخد في نفسك، ولا لا بالعكس بتعمل العكس على طول؟ بعمل العكس، على ان لا ده انا بتحدى لدرجه بقول لهم كان في ناس بتيجي خدمه عندنا عندهم 90 سنه وعملت لهم العاب كانوا بيجروا، قلت لهم اتفرجوا يعني. الله. يعني انا خليتهم يغاروا. ناس كانت 80 و90 سنه
وبيجروا وبيلعبوا بتاع. قلت لهم ده عشان كده ربنا بيطول عمرهم فعلا، بيدي يجدد كنسر شبابك. صحيح. لازم الانسان ما يستسلمش لحياته. صحيح. برافو عليك. انا بشكرك جدا استاذ مقبل على مكالمتك اللي مليانه طاقه ايجابيه ومليانه حاجات فيها دروس كتيره جدا. رساله امل وفرحة. حد من ولادي بقى هو امين الخدمه. طبعا الشيطان بيحارب في النقطه دي، بيحارب فيها، لكن بتقيس درجه ان احنا قد ايه احنا اسوياء نفسيا لما بنعمل كده ونحتمل ولادنا الصغيرين ان هم يبقوا حتى اكبر مننا. دي حاجه جميله يعني. وهو بيقول انا عندي 67 سنه والناس بتقول لي انت كبرت، يعني خلاص شوف الحاجة اللي تناسبك. هو بقى بيعمل العكس، يشوف بقى هو عنده 67 يشوف اللي عنده 80 و90 يخدمهم ويعمل لهم ألعاب. برافو. لأن الحياة بتبتدي من جوانا، صدقوني هي لا بتتقاس بالسنين ولا بالعمر ولا بالوقت ولا بأي حاجة خالص. العمر ده بيتقاس بسعادتك أنت من جواك، بإحساسك. ممكن تبقى كبير في السن ومن جواك شباب ومن جواك قادر أنك تدي طول الوقت، ممكن العكس هتلاقوا شباب من جوا شايخ، من جوا كأنه كبير وكأنه عجوز مش قادر يدي حاجة، جواه الدنيا مظلمة وجواه كآبة وعدم رغبة في الحياة. وعشان كده حالات كتير جدا من حالات الانتحار والاكتئاب والإدمان بتبقى في أعمار صغيرة، في أعمار الشباب. ليه بقى؟ يعني ليه رغم سنه الصغير يائس من الحياة وبيخلص منها؟ وليه واحد عنده 80 و90 سنة هو بيدور على كل الحياة الحاجات اللي ممكن تديله إحساس بالأمل وبالحياة، حابب يعيشها ولو لآخر لحظة ولو لآخر يوم، طالما قادر أقف على رجلي وأدي هدي وهعيش. التحدي والرغبة والرؤية والرسالة بتدي فوق أعمارنا أعمار تانية، بتدي فوق أعمارنا أعمار تانية وبتتجدد حياتنا للأفضل. أنا في نهاية فقرتنا الأولى اللي انبسطت جدا معاكم فيها، عايز بس أقول لو ما عندكش تحدي في حياتك صدقني اصنع لنفسك تحدي جديد وقول بنعمة ربنا أقدر. دي كانت فقرتنا الأولى النهاردة. نخرج لفاصل ونرجع تاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا هنتامل في ايه من العهد القديم من سفر حبقوق النبي صاح الثالث وايه 5، بيقول فيها قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. نقول مع بعض الايه مره ثانيه، قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. خلينا كده ندي فكره عامه عن حبقوق والسفر عامه. معنى اسم حبقوق المعانق أو المصارع، يمكن دايما كانوا بيشبهوه كده زي يعقوب مصارع مع الله وغلب الله بمحبته لله، هكذا أيضا حبقوق. ليه بيقول عليه كده؟ لأنه طول السفر بتاعه رغم صغره وهو من الأنبياء الصغيرة، ليس لصغر سنه ولا لصغر مقامه ولكن لحجم رسالته الصغيرة أو السفر الصغير بتاعه، ولكن حبقوق طول السفر كان بيصارع مع الله ويبتدي يسأله ليه يا رب سامح بالشر وليه سامح بغلبة بني إسرائيل وليه سامح بالخطية في كل العالم. فعشان كده بيسموه كمان توما العهد القديم، إن بيشك في مواعيد الله ودايما في صراع مع الله. ده عن حبقوق. السفر عبارة عن 3 إصحاحات. الآية دي من أجمل الآيات اللي بيصف فيها حبقوق النبي عمل الله في حياة المؤمن عامة، وهنا في الآية دي خاصة بيتكلم عن عمل الله في أثناء خروج بني إسرائيل من أرض مصر. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. هنا بيتكلم عن إزاي ربنا أنقذ بني إسرائيل من أرض مصر ومن فرعون بالضربات العشرة اللي عملهم في أرض مصر. قدامه ذهب الوباء، هنا بيتكلم مش بس عن الوباء بيذهب من أمام ربنا أو بيختفي، لكن هو هنا بيتكلم عن إزاي ربنا بيرسل الوباء عشان يمهد الطريق أمام الله وأمام المؤمنين. دايما الله بيعمل في كل، الله يعمل في كل البشرية بأي طريقة إن كانت، كانت خيرا أو شرا، ولكن نهايتها دايما خير للإنسان. قدامه ذهب الوباء إن ربنا ممكن يعاقب الأشرار. أي واحد مؤمن يقع في ضيقة ويلاقي نفسه مش عارف يواجه الخطية أو الشر أو الأشرار، يلاقي ربنا بنفسه بيدافع عنه، وده اللي كان بيحصل مع بني إسرائيل.
طول 40 سنة أثناء خروجهم كان دايماً هو اللي بيدافع عنهم قدام أي أشرار أو أي معتدين عليهم. إحنا دايماً في حياتنا على الأرض معرضين إن إحنا نتحمل الألام، معرضين للضيقات، لكن ثق تماماً أن ربنا يقدر يخفي هذه الضيقات. لو خدنا النص الثاني من الآية، وعند رجليه خرجت الحمى. وعند رجليه، إحنا عارفين دايماً قوة الملك، إن كل الشعوب والأمم تخضع تحت قدميه، ولكن إحنا هنا بنتكلم عن ملك الملوك ورب الأرباب هو ربنا يسوع المسيح. عند رجليه أثناء الصلب، تحت رجلين المسيح على عود الصليب خضعت كل الأمم، خضعت كل الشعوب، خضع أيضاً الشيطان والموت، هو وحده داس الموت تحت أقدامه. عشان كده لازم يبقى صورة المسيح المصلوب والفادي دايماً محطوطة قدام عينينا، أنه هو يقدر يغلب، لدرجة أن احنا طول أسبوع الألام وأثناء الصلب خاصة نقول لك القوة والمجد. رغم منظر المسيح على عود الصليب ممكن يبقى بالمنظر البشري أو بالعيون البشرية ضعيف، ولكن له القوة، قوة اللاهوت الموجودة لفداء وخلاص البشرية. ممكن احنا كلنا نقول إذا في إله يبقى ضعيف بالشكل ده ويموت كمان، يقولك لا، ده كانت قمة مجد المسيح وقمة قوته هو في صلبه، لأنه جاء يفدينا ويخلصنا. إذن هذه الآية تدل على قوة الله وعنايته الدائمة بأبنائه في كل وقت. أحبائي، يجب أن نستعد دائما لحضور المسيح في حياتنا، ونقول يا رب إحنا منتظرين عملك مهما كانت الضيقات، مهما كانت الآلام، فإحنا عمل الله ونحن أبناء الله وننتظر عمله الدائم في الغلبة على الشيطان وأعداء الإنسان. مش بس الشيطان، المسيح لما صلب على عود الصليب غلب الموت وغلب الشيطان وغلب الشهوات وغلب احتياجات الجسد. لذلك يا أحبائي يجب أن نتمثل بالمسيح على عود الصليب، ونكون عندنا استعداد دائما لغلبة أعدائنا، مش بس الموت ولا الشيطان، لا حتى شهوات الجسد وتعظم المعيشة اللي ممكن نبقى موجودين فيها. نطلب من ربنا كده أن نعيش فعلا حياة الاتكال على الله، ونقول له قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى، ولإلهنا كل مجد دائما وأبديا. أمين.